الصفقة التي طال انتظارها، وصفقة اللي كانت حديث يعني كل وسائل الإعلام الرياضي، مش بس جماهير النادي الأهلي ولا السوشيال ميديا. إمام عاشور اللي زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، أعتقد إنه صفقة الموسم، الصفقة الحقيقة اللي جماهير النادي الأهلي بتراهن عليها. ليست صفقة الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. خلينا نتكلم على يوم مهم جدا والإعلان عن أولى صفقات الأهلي الرسمية في الميركاتو الصيفي. بيشرفني النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي، ميرو أو كابتن أمير عبد الحميد الصديق العزيز. طبعا بيشرفني النهاردة في البيت الكبير. مساء الخير يا أمير، وأهلا وسهلا بك حبيبي محمد. مساء الخير عليك طبعا وعلى كل طبعا السادة المشاهدين جمهور النادي الأهلي العظيم. وببقى سعيد جدا أنا ببقى دايما موجود معاكم في قناة النادي الأهلي. وطبعا يوم جميل جدا النهارده زي ما انت قلت في البداية. هو موسم جميل كله على بعضه امير حقيقة. طبعا يعني الموسم اعتقد انه ارضى طموح كل أهلاوية، نجاح كبير جدا على كل المستويات، والنجاح ده فتح شهيه وفتح نفس الأهلاوية على الموسم اللي جاي. وده كان الحقيقه واحد من اهم الاعتبارات اللي حطتها اداره النادي الاهلي قدامها وهي بتفكر في موسم صعب وموسم طويل، موسم قوي جدا. نبدا بحديث الساعه، صفقة إمام عاشور الصفقة المنتظرة، رأيك فيها وحجم الإضافة اللي ممكن يمثله إمام عاشور طبعا لأقوى خط نص في أفريقيا. احنا بنتكلم على مروان عطية، واحد من اللعيبة اللي تألقت، واحد من أفضل لعيبة خط النص حتى رغم أنه انضم منذ فترة قليلة. ديانج يمكن واحد من أهم صفقات المحترفين اللي جت في مصر في العشرة أو العشرين سنة الأخيرة. عمرو السولية بقيمته بخبراته بإمكانياته الكبيرة جدا. شايف خط نص النادي الاهلي وشايف صفقه امام عاشور ازاي؟ طبعا انا بحيي النادي الاهلي طبعا المسؤولين في النادي الاهلي ان يعني يعملوا صفقه كبيره جدا زي صفقه امام. يمكن احنا على مستوى اللعيبه او محبين النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي كنا في انتظار الصفقه دي، لان امام طبعا لعيب مهم جدا، لعيب كبير جدا، لعيب كواليتي يعني صعب تلاقيها في الدوري المصري دلوقتي. انت كان عندك كمان زود عليهم حمدي فتحي لما كان موجود طبعا، قيمه كبيره جدا جدا. عشان خلي بالك يا محمد، لما انت تجيب تكون عندك لعيب مهم جدا ويمشي او يحترف او ايا كان عدم وجوده ايه، لازم تجيب حد كواليتي كويسه. فانا شايف ان امام يعني قيمه كبيره جدا، لعيب دولي، لعيب عنده خبرات، لعيب مهم جدا. صفقه طبعا بغض النظر عن هو جاي منين فين، لكن انا بتكلم على جاي من ميتلاند. هو جاي من عشان بس الناس ما لكن انا بتكلم ان هو لعيب كبير جدا، لعيب مهم مع مروان مع ديانج، اعتقد ان والسولية طبعا اعتقد ان هم هيبقوا يعني خط وسط رهيب. وزي ما انت قلت في البدايه، النادي الاهلي موسم استثنائي، موسم قوي، جميع البطولات وان شاء الله البطولات اللي جايه كمان النادي الاهلي يتوج بيها، هتبقى مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه. خلي بالك لان طبعا مطلوب منهم السنه الجايه ان لازم على الاقل لازم تكون بنفس المستوى، لازم تكون بنفس الاسلوب اللي انت بتلعب بيه، البطولات اللي انت دخلت فيها وشاركت فيها لازم تعمل يعني تاخدها وتأدي بشكل كويس. انت داخل على كاس عالم الانديه، نفسنا ان احنا كمان نعدي المرحله الثالث والرابع والحاجات دي ان شاء الله ونلعب فاينل، وليه ما ناخدش كاس عالم الانديه واحده واحده. النادي الاهلي طبعا نادي كبير ودايما بيلعب على التتويج ودايما بيلعب على البطولات، وامام نفسه وكل لعيب بينضم للنادي الاهلي عارف القصه دي، ان هو اول ما تدخل النادي الاهلي انت لازم تبقى مطلوب منك انك تتمرن كويس، تحافظ على نفسك كويس، تحافظ على عليك سبوت كبير جدا بره الملعب. ده لعيب النادي الاهلي اللي لازم يكون محافظ على نفسه، على شكله، على سلوكه بره الملعب وجوه الملعب. فاعتقد امام صفقه قويه، واللعيبه كمان بشكرهم جدا جدا والجهاز الفني الفتره الاخيره، بشكر مجلس اداره كابتن خطيب ومجلس الاداره كله بالكامل ان هو ساند اللعيبه وتحمل ضغوطات في بعض الاوقات، عمل صفقات كويسه جدا. اللعيبه كمان امير اتحملت ضغوط كبيره، ما انا لسه بتكلم حتى نجوم الفريق اللي ما حدش يختلف على امكانياتهم ولا حد يختلف على حجم عطائهم ولا حد يختلف على دورهم في تحقيق انجازات وبطولات. معلول، الشحات، بيرسيتاو، محمد شريف، كهربا، ديانج، محمد شناوي، كل دور الموسم ده تحديدا اللي احنا بنتكلم عليه انه واحد من اهم وافضل مواسم النادي الاهلي، كل لعيبه والاسماء اللي انا قلتها مش عارف لو كنت نسيت حد ولا لا، بس كلهم رامي ربيعة تعرضوا رامي ربيعة تعرضوا لحمله انتقادات وتعرضوا لهجوم كبير جدا، ومع ذلك تحملوا ده
بالعكس كان مردودهم في الملعب وفي الانجازات حياه الموسم ده كان اكتر من رائع. اكيد طبعا انا قلت بشكر كل اللعيبه، الجهاز الفني كمان كان ليه دور كبير جدا. كابتن سامي مصان دوره مهم، كابتن سعد حفيظ، كل جندي مجهول في جوه النادي الاهلي ليه قيمه، من اول عم حارس لكل المسؤولين الموجودين، كله اشتغل صح، تعاقدات صح، كابتن خطيب ومجلس الاداره ساندوا بشكل كويس، شالوا ضغوطات عن اللعيبه، جهاز فني اشكره جدا جدا على تعبه. يمكن انا كمان على فترات كنت بروح النادي وبشوف تعب جامد جدا، والناس بتبدا بتروح بدري 3-4 ساعات يرصوا الملعب بشكل معين. كابتن سيد في الانضباط، كابتن سامي مصان دوره مهم جدا. فانا شايف ان الجهاز الفني مستر كولر كمان ليه دور كبير جدا على المستوى الفني والنفسي، قدر يطور من بعض اللعيبه، قدر يدي ثقه للنجوم اللي انت قلت عليها ابو حميد في اللي هم كان لهم دور كبير جدا. ادى ثقه كمان لحسين الشحات، محمد هاني كان ادى له ثقه وطوره وخلاه يلعب بتطوير كويس جدا وبشكل عصري زي ما بيقولوا. حسين فرق جدا لما خد ثقه. كهربا طبعا ساعد نفسه، طبعا كهربا كان بعيد فتره والراجل ساعده والنادي الاهلي ساعده وهو ساعد نفسه لانه ما يقص. غريب ده امير شويه على مدير فني اجنبي جاي افريقيا، مش بس مصر، جاي افريقيا اول مره، ثقافة مختلفة، طبيعة منافسة مختلفة. يعني خليني أقول لك بمنتهى الصراحة أنه أكتر حد متفائل في بداية الموسم ما كانش يتوقع، سيبك من قصة البطولات، يعني مش بتكلم على تحقيق ألقاب، يعني مستر موسيماني هو واحد من أهم وأبرز المديرين الفنيين اللي عملوا أرقام وإنجازات مع النادي الأهلي، ما وصلناش معاه لده. فكرة أنك أنت كجمهور تبقى مقتنع أن الراجل ده عمل بصمة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، محدش في بدايه الموسم كان مستني ده او متوقع ده. اكتر المتفائلين ما كانش حاسس انه اول موسم لكولر يقدر يحقق الشكل والاداء والارقام والانجازات والبطولات اللي حققها مستر مارسيل كولر. اكيد يا ابو حميد، طبعا الاساس مظبوط هو النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده اداره محترمه، عنده اداره فاهمه جدا، جمهور كبير جدا بيساند. الراجل لما جه باين من اول يوم ان هو متفائل وعنده ثقه كبيره جدا، معاه تيم غير طبيعي اللي هم مساعدين معاه، جاي عارف طبعا اتفرج وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف اللعيبه فتره قليله. هو ذكي جدا، يمكن انا في البدايه ناس سالتني كتير جدا على ان هو مدرب كويس او مش مدرب كويس، قلت لهم هو في البدايه يعني بعد كام ماتش كده وبعد بطوله نقدر نحكم وحكمت عليه ان هو مشابه كتير جدا بشكل كبير جدا مثل مانويل جوزيه. بس انت اشتغلت مع جوزيه، طبيعي جدا لما مدرب اجنبي او مدير فني اجنبي بيخش اوضه اللبس لاول مره بيبقى فيه صعوبه. اللعيبه بتقعد تسال هو الراجل ده نظامه ايه؟ هو الراجل دماغه ايه؟ بيبقى صعب جدا انه من اول موسم انه الراجل ده يكسب ثقه اللعيبه وان اللعيبه تقدر تفهم طبيعه فكره وتنسجم مع اسلوب شغله بشكل كبير جدا. ازاي ده حصل مع كولر من وجهه نظرك؟ يعني واقع تجربتك مع واحد من اساطير تدريب النادي الاهلي، مانويل جوزيه ظل واحد من اهم الاسماء اللي اشتغلت في التدريب مش بس في الاهلي، في مصر كلها. طبعا مثلا مانويل جوزيه زي ما انت قلت يا ابو حميد، من اول يوم جه فيه هو حط السيستم بتاعه ان ما حدش يتدخل، كله بيشتغل. وطبعا قبل ما يجي، خلي بالك يا احمد، اي حد مثلا لما بيجي يحترف او مثلا بيسافر بره، الناس او المدربين اللي جايين مصر اكيد بيسال وعارف قيمه النادي الاهلي، عارف قيمه جماهير النادي الاهلي. في ناس بتقول له في يعني اكيد بيسال في السفاره، بيسال صحابه اكيد في مصر. لما بيخش السيستم انت النادي الاهلي، اي حد هيخش في النادي الاهلي خلاص اتحط على السيستم، دخل بس طبيعي انت لما يجي لك مدير فني برضه، يعني قبل ما اخش في سكه او في قصه امام، ولانه امام هيتعامل مع مارسيل كولر، يعني واعتقد انه مستر مارسيل كولر كان ليه سي او ليه كلمه واضحه وصريحه في قصه امام عاشور. انت لما يبقى مدير فني مصري حتى لو جديد جاي بيشتغل معاك لاول مره، يبقى سهل انك تقرب منه، سهل انك تتكلم معاه. لكن لما مدير فني اجنبي شويه في حواجز، شويه في عند كل واحد من اللعيبه طبعا رغبه في انه يحاول يستكشف هو الراجل ده سكته ايه، طريقته ايه، اسلوبه ايه، اقدر اكلمه امتى، اقدر اقول له انا مشكلتي ايه، او ولا 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 الكلام ممنوع او وجهه النظر ممنوعه. بالتاكيد ده جوه اوضه اللبس شكل من اللاعب للاعب حتى مختلف. هو اكيد بيجي بيتعرف على اللعيبه
وبعدين بيسأل أكيد، بيشوف ماتشات قبل ما يجي. فعايز أدخل دور هنا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي عمصان. هنا ليهم دور كبير جدا، كابتن سيد من ناحية طبعا التنظيم والإدارة، كابتن سامي دور فني مهم جدا، قدر يوصل معلومات مظبوطة، قدر يوصل كل صغيرة وكبيرة عن كل لاعب لمستر كولر والجهاز الفني. مستر كولر واضح ان هو عنده خبرات، ذكي جدا، لما جه اشتغل وقال لكل الناس انا ما عنديش حد اساسي، عندي كل الناس تبقى جاهزه، وده اللي احنا شفناه. راجل وجريء جدا يعني بصراحه، عنده جرأه كويسه جدا وما بيخافش من حاجه. احنا شفنا في قرارين مهمين جدا، قرار محمد الشناوي نهائي افريقيا، اعتقد ان الحته دي يا احمد كان لو مستر جوزي كان موجود كان والحضري كان موجود مكان محمد الشناوي كان هيلعب الحضري، ولو كان موجود ومحمد الشناوي كان الاصابه في نهائي افريقيا ماتش الوداد كان هيدي محمد الشناوي، لان هو عنده مبدا ان انا الحارس الاساسي او اللاعب الاساسي طالما هو كان ماشي بشكل كويس وتعور او حصل له اصابه ما يطولش فيها، حقه ان يرجع يلعب تاني. يعني انا يمكن كان ساعتها الحضري كان بيبقى مخبوط جامد وانا بلعب، فالمفروض طبيعي اكمل. فكان يجي يقول لي هو الراجل الاساسي ضحى عشان خاطر الفريق وتعور وعاوز يرجع، فحقه انه يلعب. فمستر كولر هنا كانت الجرأه كبيره جدا، كل العالم كان بيقول ان محمد شنو هيلعب في نهائي افريقيا، ماتش مهم، نهائي مهم، بطوله مهمه، لكن هو عنده ثقه طبعا في كل اللعيبه. ادى انا هنا لازم ادي كريدت لميشيل يانكم بصراحة. طبعا لسه هتكلم عليه، هاجي لقصه حراس المرمى وبعدين، بس عايز اسالك سؤال كواحد من جمهور النادي الاهلي. يعني انت طبعا كنت نجم كبير في النادي الاهلي وكنت من جيل ذهبي حقق كتير من الانجازات، وانت شخصيا يمكن اتحطيت في مطبات صعبه وقدرت تتعامل معاها بشكل ناجح، لكن خليني اسالك على مدار من اول ما ابتديت اتفرج على كوره يعني، ومن قبل بسمع كمان على نجوم كتير اتنقلوا او كانوا في يوم من الايام. انا مش هقدر اعتبر انتقال امام من ميتلاند بالشكل بيحاول البعض ان هو يصوره. احنا اتكلمنا على انتقال لاعب من الدوري الدنماركي للدوري المصري، او من ميتلاند الدنماركي للدوري المصري، وخليني في الاطار ده اصحح او اكد على معلومه مغلوطه حاول البعض انه يصدرها للجمهور، انه فكره انه ميتلاند كان كوبري ومحاوله انه يتم ربط رجل اعمال ياسين منصور بملكيته لنادي ميتلاند على اساس انه النادي يكون معبر او كوبري زي ما احنا بنسميه يعني للنادي الاهلي، هذا الامر ليس له اي اساس من الصحه. ورغم انه الزمالك فرط، او يعني باع امام عاشور لميتلند، فالاهلي لا يسال مطلقا عن قرار المسؤولين في نادي الزمالك. لكن في النهايه خليني اسالك السؤال المهم، السؤال الجماهير كتير ممكن تكون بتساله على مدار تاريخ طويل جدا من قبل حتى ما اتفرج على كوره، وفي لعيبه بتروح او كانت بتلعب، بلاش تروح الاهلي الزمالك، في لعيبه انتقلت من الاهلي للزمالك مباشره ومن الزمالك للاهلي مباشره، وفي لعيبه انتقلت او كانت في يوم من الايام بتلعب في الزمالك وراحت الاهلي والعكس صحيح. هل انت شخصيا كواحد من الجمهور بتحس انه مفيش صفقه منهم صاحبها نفس حاله الضجه اللي حصلت مع امام عاشور؟ لا، في اكيد صفقات زي مثلا كابتن رضا عبد العال، مثلا كابتن رضا عبد العال، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، الحضري برضو اكيد. ايوه، في قبليهم كابتن جمال عبد الحميد. كابتن في 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 كباتن راحت بس ما لعبتش كتير، يعني ما تذكرش ان هم راحوا من النادي الاهلي للزمالك. لكن شفنا طبعا من نادي الزمالك للاهلي، شفنا معتز اينو، شفنا طبعا امام عاشور برضو يعني اكيد. لا، في طارق السعيد، لعب طارق السعيد صديق، مش عايز انسى حد، بس انا فاكر ان في ناس لعبت من في نادي الزمالك للنادي الاهلي. لكن صفقه امام صفقه اهمها ان هو لعيب كبير جدا، يعني لعيب قوي جدا، لعيب مهم جدا، كونه كمان الى حد يعني معظم الاسماء اللي انت قلتها، حضري، حسام، ابراهيم، ابراهيم سعيد طبعا، طارق السعيد للاهلي، محمد صديق، وغيرهم من الاسماء، كانت دايما بتبقى في مرحله يعني مش عايز اقول نهايه مشوار، ولكن بعد مشوار عطاء كبير جدا مع نادي اللي لعب معاه. كابتن مجدي طلبه طبعا كان واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي وكتب تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. خليني اسالك، هل يمكن عشان امام صغير، هل فكره انه
في عز تألقه أو في عز في مرحلة عطاء كبيرة جدا، يمكن الصفقة إلى حد ما أنا آسف أنا بقول ده تمثل يعني ألم كبير لجماهير نادي الزمالك، ألم يتألمه يعني، وفرحة كبيرة لجماهير نادي الأهلي، أنها مدركة للحجم الإضافة اللي ممكن يمثلها لاعب بقيمة إمام عاشور. أكيد أكيد كل حد ينتمي لنادي الزمالك من جمهور نادي الزمالك أو أي حد مسؤول في نادي الزمالك، أكيد صفقة إمام صفقة موجعة جدا وصفقة قوية، خصوصا إن إمام كان لعيب مهم جدا جدا في نادي الزمالك، كان لعيب له دور كبير جدا واتباع لميتلاند. فأنا شايف إن إمام مش عايز أقول يعني أكيد نادي الزمالك استفاد ماديا من وراء إمام، ولكن هنا بقى القيمة في الفكر، في الفيجن اللي قدام، النظرة اللي قدام. انت عندك النادي الاهلي النهارده كل النجوم بتاعت النادي الاهلي عندهم عروض. النهارده محمد الشناوي جاله عروض بملايين، ديانج، كل اللعيبه، من باستا، وكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي جالها عروض. بس امتى تطلع لعيب؟ امتى تستغنى عن لعيب؟ امتى تكرم لعيب زي ايمن اشرف؟ هنا الفكر، هنا الناس بتشتغل صح في النادي الاهلي في المنظومه. قبل كده شفنا ازارو جاله عرض على فكره ب 10 مليون دولار اعتقد، النادي الاهلي قال لا احنا نصبر عشان ما كانش فيه غير ازارو، اعتقد ما كانش فيه حد بديل لي. عندك النهارده حمدي فتحي لما جاله عرض كويس والراجل ادى بشكل كويس وخدم النادي الاهلي والنادي الاهلي شايف ان هو عايز يحترف، وفي نفس الوقت جاب كواليتي كبيره زي امام عاشور. هنا الفكر انك انت النهارده امتى تطلع لعيب، امتى توافق ان على العرض. فانا شايف ان امام في الوقت وامتى وازاي طبعا دي بتفرق كتير قوي مع الجمهور كمان ازاي طبعا امير، يعني فكره انه انت ازاي هتنهي مشوارك مع النادي الاهلي وازاي هتنهي حتى لو بشكل مؤقت يعني علاقتك بجماهير النادي الاهلي وهتروح طبعاً لنادي تاني، تفرق كتير جدا قدامنا طبعاً. قصص وعبر كتير جدا طبعا لانه في النهايه شكل الخروج او طريقه الخروج بتفرق. حتى النهارده شفنا ايمن اشرف طبعا. قبل ما اروح لايمن وانا محتاج كلام منك لايمن، ايه النصيحه اللي توجهها لامام عاشور وهو يبدا مشواره في النادي الاهلي؟ عايز اقول له مبروك ليك النادي الاهلي انك انت موجود في كيان كبير زي النادي الاهلي، الف مبروك ليك، اكيد هتستفاد من خلال النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيستفاد من امام، لعيب كبير. لازم تحافظ على اللي انت فيه، لازم تحافظ، انت ليك اسم دلوقتي، انت راجل دولي منتخب مصر، لازم او ما تدخل النادي الاهلي عارف، خلي بالك هو كان بيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، فهو بيلعب عارف يعني ايه بطولات، عارف يعني ايه برضو ان هو يلعب دايما على المكسب، دايما على البطولات. بيني وبينك كلمه في سرك، يعني يمكن يكون في عروض تلقاها طبعاً الامام طبعاً اكبر من النادي الاهلي طبعاً. لكن قراره واختياره لانه مدرك تماما حجم التاريخ وحجم الانجازات. هنتكلم على لعيبه ما لعبتش شهور في النادي الاهلي، حققت كام لقب، حققت لقب دوري زي لقب زي دوري ابطال افريقيا، مروان عطيه طبعاً، خالد عبد الفتاح طبعاً، لعبوا كاس عالم، حققوا دوري ابطال، حققوا بطوله دوري. فبالتالي الفرصه اللي بيديها الاهلي يجب ان يتم استغلالها. كلام لإمام والغير إمام، مش كلام إمام عاشور بس طبعاً. لكن انت الأهلي بيفتح لك الباب وعليك انك انت تقدم نفسك بشكل زود عليهم احمد كمان. بدر بنون مثلا، بدر بنون كان مع نادي الرجاء، كان نفسه وامنيه حياته تاخد بطوله افريقيا مرتين متتاليين ما خدهمش، لما راح النادي الاهلي خد بطوله افريقيا. مروان عطيه كان بيلعب في نادي كبير زي نادي الاتحاد، بيأدي هيأدي بشكل كويس ويكسب ماتش، وكان دولي وكان دولي وكل حاجه، لكن لما جه النادي الاهلي في فتره قريبه خد كاس مصر، بطوله افريقيا، سوبر ولسه في دوري ان شاء الله، ولسه في كاس، ولسه في كاس عالم انديه. يعني الموضوع انت بتتعب في كيان كبير، الكيان ده بيوصلك لحته كبيره جدا. وخلي بالك يا احمد، كيان النادي الاهلي هو اللي معيشنا لحد دلوقتي باسم النادي الاهلي. أيوة. احنا كلاعيبه لعبنا في النادي الاهلي واستفدنا اكيد من خلال النادي الاهلي في شغلنا بعد كده، حتى لما خرجنا بره النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيعلي اسمك، بيعلي تاريخك. فانا بقول لامام مبروك، اهلا بيك في النادي الاهلي، عليك مسؤوليه كبيره ان انت لعيب دولي، لعيب كبير، لازم تحافظ على اللي انت فيه ده، انك انت بره الملعب وجوه الملعب لازم في التزام. واعتقد الحته دي في امام كويسه، واعتقد
المنظومه في النادي الاهلي هتساعده على ده. ربنا يوفقه امام، لعيب كبير، لعيب مهم جدا، ان شاء الله نستفاد بيه في النادي الاهلي. صحيح. واسمح لي اضيف على ده واسمع رايك وتعليقك برضو، انه امام طبعا بالتاكيد ما فيش شك انه واحد من الخامات المبشره جدا، وانت جاي الاهلي نجم، لكن ارجو وارجو ارجو انك انت تركز في الرساله دي جدا، انه ما تعتبرش ده نهايه المطاف، او ما تعتبرش وجودك في النادي الاهلي هو قمه الانجاز. بشوف لعيبه كتيره جدا جت الاهلي وهي خامات كويسه جدا ومبشره جدا، واعتبرت انه ده بدايه المشوار. ارجو انه امام عاشور من النهارده، من اليوم اللي تم الاعلان فيه رسمي عن انضمامه للنادي الاهلي، انه يعتبر ده بدايه المشوار، وفي الحاله دي صدقني ممكن تكون واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اكيد اكيد هو هيساعد نفسه جامد، لعيبه النادي الاهلي والجهاز والجمهور والمسؤولين في النادي الاهلي هيساعدوا امام. زي ما انت قلت احمد ان هو لعيب مميز وجاي نجم، لازم يحافظ على ده، ولو حافظ على ده يبقى اكيد في مكانه كويسه جدا، اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا في المنتخب، هيبقى ليه وضع. خلي بالك لما يجي من اي مكان تاني يروح منتخب، وغير ما يجي من النادي الاهلي يروح منتخب، حتى من واحنا في الناشئين او الفريق الاول. فربنا يوفقه امام. عنده لعيبه كويسه جدا بتحبه، كل اللعيبه الموجوده هتساعده، يعني كل حاجه هتساعده في النادي الاهلي، ان هو ان شاء الله ان شاء الله يكتب تاريخ جديد. طبعا يكتب تاريخ جديد، وهو حاسس بده، واكيد يعني يمكن انت قلت محمد في الاول اكيد جاله عروض وفلوس كويسه كتيره جدا. لكن النادي الاهلي لما حتى تكون رايح بفلوس قليله، الفلوس دي بتروح وتيجي، ده اللي قدام هيكتب لك تاريخ، وده هياكلك عيش لسنين طويله ولاولادك ولاحفادك. لكن انك انت تختار النادي الاهلي، تختار كيان كبير زي النادي الاهلي، اكيد هيضاف لك بشكل كبير جدا. اتمنى له التوفيق ان شاء الله، وصفقه قويه جدا، ربنا يوفقه ان شاء الله. فنيا في الملعب شايف امام تعويض عن، مش عايز اقول بديل، لان انا يعني كوره اعتقد ان ستايل امام يختلف عن ستايل امام وامكانيات عن حمدي. امكانيات حمدي وكره امام تختلف عن كره حمدي، وان كان الاثنين لاعبين سوبر، يعني ده مش تقليل من واحد منهم على حساب الثاني، لكن شايف توظيف امام ازاي في الملعب، وخصوصا امام كمان لعيب جوكر. يعني شفناه في اكتر من مركز بيجيد بشكل كبير، عنده قدرات دفاعيه كبيره، عنده قدرات هجوميه كبيره. شايف التوظيف الامثل ليه لو مستر كولر حب انه يستغل امكانيات لاعب زي امام عاشور؟ امام طبعا حمدي ليه دور كبير جدا زي ما قلنا، وامام مختلف شويه عن حمدي في اللعب، لان امام لعيب كمان سريع، دريبلينج بالكوره، لعيب كوره كويس، بيشوط كويس، بيكمل كويس، باصير كويس. فانا شايفه مختلف، شايفه ان هو ممكن في الحته بتاعت 8 دي هيبقى كويس جدا مع مروان، مع ديانج، مش عايز انسى السوليه، لان السوليه قيمه كبيره طبعا. السوليه دوره مهم جدا، اكيد هيبقى في تنافس كبير جدا لو في وجود امام. فشايف امام ان شاء الله يعني يدخل جامد، واكيد هيخش بسرعه، هيبقى ليه دور كبير جدا في التيم، يعني في الفريق ان شاء الله. ايمن اشرف، وانت بالتاكيد يعني واحد من النجوم اللي مروا باللحظه دي، فكره انك انت بعد مشوار، بعد نجاحات، وانت من ولاد النادي الاهلي برضو زي ايمن، بعد انجازات كبيره جدا بتحققها للنادي اللي انت بتحبه وبتنتمي ليه، وانجازات لشخصك برضو، بيجي عليك في يوم من الايام خلاص عارف ان النهارده هو اليوم الاخير، النهارده هو نهايه المشوار جوه المستطيل. وانا زي ما بتفق معاك في الكلام اللي انت قلته، وفكره انه ولاد النادي الاهلي اللي بيحبوا واللي بيخلصوا واللي بينتموا للنادي الاهلي ممكن تنتهي العلاقه في الملعب، لكن الاكيد انه الباب دايما مفتوح. طبعا انا معلش هرجعك للحظات صعبه شويه، يعني هي صعبه على كل واحد قرر انه يودع كوره. فاكر كويس جدا لحظه وداع كابتن محمود الخطيب، كنت صغير، كنت صغير جدا طبعا، بس انا الخطيب واحد من الناس اللي حببوني في الكوره، ومش هبالغ يعني لو قلت انه كان من اسباب تشجيع للنادي الاهلي. اكيد فاكر اللحظه اللي ودع فيها كابتن الخطيب، فاكر اللحظه اللي ودع فيها كل نجم حبيته او عشقته لعب في النادي الاهلي المستطيل الاخضر. يوم الوداع ده عليك الجمهور بيبقى قاسي طبعا، فما بالك على اللاعب نفسه طبعا. اللحظه دي يعني معلش انا اسف هرجعك ليها، حسيت بايه؟ مشاعرك كانت ايه؟ اللي تفتكره ايه اللي ممكن تقوله
النهارده لايمن في يوم زي ده؟ هو انا حاسس بايمن طبعا وحاسس باللي جواه. ايمن على فكره كاتم دموعه مش عارف يتكلم. يعني الاحساس ده انا احسه كويس. وكل اللعيبه هتحسه. يمكن انا عشان كمان كنت في النادي الاهلي من وانا صغير زي ما انت قلت، يمكن انا فاكر موقف ليا انا وايمن. كنت انا في استراحه النادي، كان عندها تمرين مع الفريق الاول، كان ايمن صغير لسه، وبعدين جه هو دخل بيهزر يا جماعه يلا عايزين ننام مش عارف ايه وكده. فاحنا كنا ساعتها عندها تمرين في الفريق الاول في مدينه نصر، فمريحين في الاستراحه مع الاولاد. ايوه. فكان موقف بيني وبين ايمن. يمكن ايمن كمان في ماتشات كتيره جدا كنا نزلنا نلعب ماتشات، كان انا هو بنمسك ايدين بعض كده، كان صغير. وكمان لعبت معاه في سموحه، ايمن لعيب كبير وشخصيه محترمه جدا، عقليه احترافيه غير طبيعيه، مقاتل برضه طبعا. اللعيبه اللي عندها روح دي عمله نادره طبعا. اما هو انت هو اتربى جوه النادي. أي. يعني شوف كل الناس متاثره، كل الناس العمال اللعيبه كل الناس متاثره بايمن، لان ايمن كابتن النادي مخلص اخلص من هو صغير في النادي. انت عارف يعني ايه اتربيت جوه النادي كيان كبير من وانت عندك 7 سنين 8 سنين زينا كلنا، كلنا عدينا بالمرحله بتاعت ايمن، لكن هي دي سنه الحياه. بتمنى له التوفيق وقيمه النادي الاهلي او اللي هو فيه ده هيحسه بقى لما يروح نادي تاني. وطبعا يعني انا يعني ان شاء الله باذن الله اتوقع كمان تالق لايمن في نادي البنك الاهلي. يمكن ايمن رايح برضو منظومه كبيره، رايح مؤسسه كبيره بيديرها طبعا اللي هو اشرف نصار، الناس المحترمه جدا من الناس اللي هي مؤثرة جوه النادي وكل الناس بتحبه، رئيس نادي البنك الاهلي العميد حاتم اللي هو مستر محمد عبد المنعم، كل الناس كابتن احمد شعبان، كابتن مختار، كابتن خليفه، كابتن كريم حسن شحاته، كل الناس اللي موجوده في نادي البنك الاهلي هتساعد ايمن ان هو يتالق. يمكن انا احسه لان انا طبعا شرف لي ان انا كمان اكون موجود في نادي البنك الاهلي من خلال ان انا مسؤول في النادي الاهلي. انت جاي من الصعيد النهارده ولا كنت فين؟ لا احنا كان عندنا اختبارات جايه لنا من الصعيد، يعني احنا قعدنا انا وكابتن احمد شعبان وكابتن خليفه وكل الكباتن كابتن مختار كل الناس المسؤوله، رحنا لفينا لفه الصعيد وشرقيه ومنصوره وكل الصعيد بالكامل. على فكره ده حاجه كويسه جدا. طبعا عشان نختار لعيبه، انا بقول للناس كلها البنك الاهلي السنه دي القطاع هيبقى شكله كويس السنه دي ان شاء الله. كابتن احمد شعبان طبعا ليه دور كبير جدا. وقبل كل ده طبعا انا بشكر كابتن خالد جد الله ان هو عرفني بالناس دي، وان هو كان جابني نادي البنك الاهلي واتعاملت مع الناس المحترمه جوه نادي البنك الاهلي. فانا شايف ان ايمن انا متاكد ان هو هيتالق. كل اللعيبه اللي موجوده هناك نجوم، منظومه برده كويسه جدا جوه نادي البنك بيديرها اللي هو اشرف. ايمن لعيب كبير، ايمن اكيد متاثر بالاحداث اللي حصلت، لكن في ناس كتير جدا، كابتن شوبير لما مشي، انا لما مشيت، دي سنه الحياه طبعا. اهم حاجه الاستمراريه، اهم حاجه انك تحافظ على اسمك لان انت طالع من نادي كبير زي النادي الاهلي. ايمن ان شاء الله ربنا يوفقه، من الناس المحترمه، ما عملش مشاكل، لعب بشكل اساسي، لعب مصاب كتير جدا، جه على نفسه بشكل كبير، تحمل حاجات كتيره جدا، تحمل ضغوطات. لما قعد مع مستر كولر اكيد دي وجهه نظر تحترم، ولكن ايمن محترف وشخصيه كويسه، ان شاء الله ربنا يوفقه في نادي البنك الاهلي باذن الله. هاجي حراسه المرمى في نادي الاهلي، وانت موجود معايا لازم اسالك. واحد ميشيل يانكو والدور طبعا اللي بيقوم بيه الحقيقه مع حراسه مرمى نادي الاهلي في كتير من المطبات الصعبه. خد بالك الموسم ده حراسه مرمى نادي الاهلي تعرضت لكتير من الظروف القاسيه او المطبات الصعبه اللي ممكن في فريق تاني كان ممكن تاثر على مشوارها في مختلف البطولات. الشناوي ظهر طبعا بشكل اكتر من رائع، رغم انه تعرض لحملات من الهجوم والانتقاد في توقيت صعب، وقدر يرجع ويثبت انه حارس مرمى مصر الاول. علي لطفي الحقيقه اللي في كل مناسبه، مش بس الموسم ده، في كل مواسم، علي لطفي من الحراس اللي رغم ابتعادهم عن المشاركه بشكل اساسي الا انه في كل اللحظات، اعتقد دي يمكن ما حصلتش قبل كده، في كل اللحظات اللي احتاجوا فيها النادي الاهلي ظهر بشكل اكتر ومستوى اكتر من رائع. مصطفى شوبير الحارس الثالث لو انتوا بترتبوهم يعني هتلاقيه ظهر في واحده من اصعب المواقف والمناسبات على يعني على اكبر حراس مرمى، انه يجي من بعيد يلعب ماتشات مهمه في بطوله بحجم دوري الابطال في نهاية منافسه مع الوداد المغربي ويقدم مستوى بالشكل ده. حمزه علاء وان كان ما شاركش مع الاهلي لكن ظهر بمستوى رائع مع المنتخب الاولمبي في بطوله افريقيا، فلازم ادي كريدت لحراس مرمى النادي الاهلي ولازم ادي كريدت لميشيل يانكون. الحقيقه رايك ايه في حراس مرمى النادي الاهلي
وفي مستقبل حراسة المرمى الموسم اللي جاي. زود عليهم بقى مصطفى مخلوف، يعني من الحراس بسمع عنه كلام كتير يعني جدا. مصطفى مخلوف من الحراس الممتازين الموهوبين، ونفس نفس الشيب بتاع الشناوي. انا اتسالت كتير جدا يا احمد في البدايه ان على حراس المرمى، قلت ان الاهلي مش محتاج قبل ما علي يلعب ومصطفى شوبير نشوفه، وقبل ما حمزه علي يلعب مع المنتخب. انا قلت ان النادي الاهلي عنده حراس مرمى مميزين جدا، محمد الشناوي رقم واحد بيلعب بشكل كويس بقى له 4 5 6 سنين بشكل اساسي مع المنتخب ومع النادي الاهلي في كل البطولات. علي لطفي زي ما انت قلت كل ما بيبعد، يمكن انا مريت بده، يمكن الحضري كان بيلعب بشكل اساسي، بس الحمد لله لما كنت بلعب كانت الناس تقول لك امير مهما يبعد ومهما يروح اكيد لما الفرقه بتحتاجه ببقى موجود وبادي بشكل كويس وبهدوء. ليه؟ مركز مستني الفرصه، هتجيله هتجيله، مش مستعجل. شوبير شفناه في كاس النخبه، وشفناه في كاس مصر، وشفناه في دوري ابطال، دوري ابطال في ماتش مهم ضد فريق مهم على ارضك، ماتش صعب قوي. وخلي بالك مصطفى كمال عمل انقاذ هايل، فرق في نتيجه اللقاء، الانفراد صحيح. اللي عمله فرق في نتيجه اللقاء هنا وهناك، حتى في الماتشات اللي ظهر فيها في الدوري برده كان ليه دور كبير جدا طبعا. يعني حسينا بوجود انه في حارس ثقيل واقف ورا معوض غياب علي لطفي ومحمد الشناوي. بالظبط، حمزه علاء احسن حارس في افريقيا تحت ولد تحت 20 سنه ولد. عندك مصطفى مخلوف كان منتخب شباب. فانت بتتكلم في كل اللي موجودين منتخبات، وبالمناسبه مصطفى شوبير كان في منتخب مع او ضد تدعيم مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي؟ لا ضد طبعا، ضد طبعا. لان انا طبعا يعني انا بقول ان هم حراس ممتازين، وفي انديه كان فيها حراس مرمى 4 5 حراس مرمى اسامي كبيره، فطبعا حصلت مشاكل كبيره جدا. هرجع لمستر ميشيل يانكون، طبعا من الناس المحترمه اللي مركزه، اللي مجهز كل الحراس في اي وقت، في اي وقت، في اي زمان هتحتاجه. هو دوره مهم جدا، راجل محترم عنده خبرات، بيعامل كل الحراس بشكل كويس. انت لو شفت العلاقه يا احمد، يمكن ناس كتير مش حاسه بده، العلاقه بين الحراس الاربعه او الخمسه دول علاقة أخوية محترمة. لقطة الشناوي مع شوبير في لحظة تتويج بدوري الأبطال تأكد على الكلام اللي أنت بتقوله. طبعا طبعا، أنا بقول الكلام ده قبل كمان ما اللقطة دي تحصل. ولا الشناوي بيعملها عشان ناخد اللقطة، ولا مصطفى شوبير بياخد عشان صحيح. اللقطة. هم أخوات مع بعض، يعني دايما يقولوا لبعض أخويا أخويا، مش كابتن، أخويا أخويا. فدي حاجة كويسة جدا، أتمنى لهم التوفيق، لأن هم طبعا أي حد فيهم حارس ممتاز يشيل فرقة لو هو راح فيها، أو نشيل نادي لو راح فيه. فبشكر ميشيل يانكون، بشكر كل الجهاز الفني بصراحه، وبشكرهم على البطولات وعلى التعب اللي هم تعبوه، الاداره طبعا كابتن الخطيب ومجلس الاداره، الجمهور العظيم اللي حوالين اللعيبه، اللعيبه اللي موجوده بشكرهم جدا، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي امصان، حتى عم حارس، كل الناس المسؤوله اللي موجوده بشكرهم، لان هم تعبوا كتير جدا وفرحونا، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق في البطولات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله مبروك، موسم اكتر من ناجح. مبروك الاعلان على اولى صفقات النادي الاهلي النهارده امام عاشور، وبالتاكيد في صفقات تانية يا احمد. بالتاكيد طبعا في صفقات تانية، ما فيش شك فيه صفقات، نتمنى ان شاء الله باذن الله انها ترضي طموحات جماهير النادي الاهلي. ثق تماما، ثق تماما انه اداره النادي وكل العاملين في النادي وسكواد النادي الاهلي ومستر مارسيل كولر اللي بعتبره انا شخصيا بعتبره، في كتير حتى من الضيوف اللي بيشرفوني على شاشه الاهلي بياكد انه صفقه مارسيل كولر ممكن تكون اهم صفقه ممتاز. ابرمها النادي الاهلي الموسم الحالي، لكن ده الحقيقه فتح النفس، فتح الشهيه، رفع سقف الاحلام والطموحات لموسم جاي. خلينا نتكلم عنه بالتفاصيل فنيا بعد ما اشكر طبعا نجم النادي الاهلي كابتن امير عبد الحميد على وجوده معنا. مكملين مع حضراتكم ضيوفي احمد ثابت، كريم سعيد، هيكونوا معايا في البيت الكبير، لكن بعد الفصل. نورت الدنيا أمير، بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك مرة تانية. شكرا يا محمد، ومتشكر جدا، سعيد أنا كنت معاك النهاردة. بقول لك كابتن إسلام ألف سلام عليك. ألف سلام يعني بتمنى لك التوفيق، بتمنى كل الجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي عامة بشكل عام كل التوفيق، وأنا ببقى سعيد جدا لما أكون في قناة الأهلي معك. شكرا لك. شكرا.